إذا الحديث مشاهدين عن واقع اليمن ومستقبله وسط الأزمة السياسية والعسكرية الراهنة مع مرور 32 عاما على الوحدة بين شمالي البلاد وجنوبيها. معنا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، حياكم الله، مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. إذن كيف ينظر دكتور اليمنيون اليوم إلى ضرورة استمرار هذه الوحدة بين شمالي اليمن وجنوبي؟ هل ينظرون بالحماسة نفسها التي كانت قبل 32 عاما؟ الآن لدينا هنالك ما يسمى بالحنين إلى أولا استرجاع الدولة، لأن كما تعلم منذ الانقلاب الحوثي صالح عام 2015 حتى اليوم هناك كان لدينا قبل ذلك هناك إدارة الدولة والمجتمع أدت إلى تركز السلطة وإلى يعني حصر مناطق التجنيد وإلى إدارة أدت إلى استدعاء الهوية الجنوبية تدريجيا وأدت إلى يعني إضعاف قوى التحديث وصعود القوى التقليدية المشيخية إلى آخره من السياسات التي اتبعها الرئيس صالح. كان لدينا إشكال في استكمال الهوية اليمنية وصهر كل هذه الهويات اليمنية والمناطقية في الهوية الوطنية مثل كل الدول العربية، العراق أو لبنان. لبنان طبعا يعيد إنتاج الطوائف، لكن بقية البلدان العربية التي شهدت تحولات وثورات هذا العنصر بعد 2015 تم الانقلاب وتم خلال 7 سنوات تآكل الدولة ومؤسساتها. إذن لدينا مشكلة تتعلق بالوحدة اليمنية ولدينا مشكلة تتعلق باستعادة الدولة واستعادة مؤسساتها. الآن لدينا مشاريع كثيرة طبعا في المعطى اليمني موجود، اللي هو كان هناك استعدادات وكانت هناك جماعات تشعر بالضيم وتشعر أنها مقصية من السلطة واستدعت هويتها الجنوبية، وهناك شعور بالتمايز المناطقي بين اليمنيين أمام تعثر المشروع الوطني. عندما يتعثر المشروع الوطني يتم استدعاء المشاريع ما قبل وطنية مناطقية وطائفية، لكن أيضا ينخرط هذا أيضا خلال 7 سنوات مع المشروع إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، وهنا تضاعف الأمر لدى الشعب اليمني، لأن ما يخطط في منطقة الشرق الأوسط والحقل التجارب فيها العراق الذي أدى إلى منذ احتلال العراق. نعم. أيوة طبعا يبدأ بإضعاف الهوية العراقية واستدعاء هويات قومية وهويات عقائدية وهويات مناطقية. هذا الاستدعاء يعيدنا إلى ما قبل الدولة ويعيق عملية التحديث والتنمية، لأن عملية التحديث والتنمية تؤدي إلى وجود هوية بارزة وإلى عدالة بين المناطق وإلى مفهوم المواطنة. هذا غير مرغوب في منطقتنا. إذا سنلاحظ هذا الآن موجود في منطقتنا العربية، هذا عودتنا إلى ما قبل الدولة الوطنية. أيضا حتى مفهوم الوحدة أو القومية العربية أيضا بعد العراق وما يحدث في المنطقة أصبح لا توجد مشاريع، لا الناصرية ولا البعثية ولا أي مشروع يتحدث عن القومية وليس فقط الوطنية ولا حتى الوحدة الإسلامية، لأن لدينا الآن 3 عواصم إيران وتركيا والسعودية. إذن نحن أمام المشاريع الكبرى والدول المحورية يتم إضعافها لعودة القوى الدولية إلى المنطقة وإلى التحكم بمصائرنا. نعم. دكتور شمسان، هل يمكن إيجاد حل سياسي الآن في اليمن بوجود مجلس قيادة السياسي؟ يعني ما الفرص التي يمكن أن يخلقها هذا المجلس لإيجاد حل سياسي؟ هناك تحديات كبرى أمام هذا المجلس. أولا كان هنالك، نحن نقول أن كان له هناك رئيس له شرعية يعني أتت من خلال انتخاب توافقي، وكان هناك مواد في المبادرة الخليجية تتحدث عن يعني تنتهي المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد. تم الآن نقل السلطة من خلال مؤتمر الرياض إلى مجلس جديد. هذا المجلس هو عبارة عن مجموعة من المكونات التي برزت وتم دعمها خلال 7 سنوات. هذا التحدي الآن كيف يمكن أن يقوم هذا المجلس بوضع استراتيجية واضحة ويحدد أهداف تطلعات الشعب اليمني وما هو مشروعه الوطني، المرجعيات التي يعتمد عليها، لأنه الآن لدينا مرجعيات المبادرة الخليجية و2016 ومرجعيات الحوار الوطني وستوكهولم والرياض 1 والرياض 2، وهناك أيضا الآن مجلس جديد. كل هذه المرجعيات يعني مكثفة ومجزأة. أيضا لدينا المسألة الإنسانية،
إذا وضع استراتيجية واحدة وتحول منح يعني يعني حاول أن يجد ما يسمى بشرعية الإنجاز الوطني، أي أنه سيخلق شرعية داخلية والتفاف حوله من خلال الإنجاز الوطني ومن خلال تجسيد الدولة التي يبحث عنها الشعب اليمني، لأن في مناطق الحوثي هناك مشروع مدعوم من إيران، وهذا استدعى بقوة وبعنف وبتخطيط استراتيجي لاستدعاء الهوية السنية الشيعية، وليس كما كنا في السابق نخجل أن نقول زيدي سني، الآن أصبحت بارزة إضافة للتراتب الاجتماعي إلى آخر. ولدينا مشروع في الجنوب مهدد، هو ليس فقط المجلس الانتقالي، هناك أيضا مشروع آخر في حضرموت يسعى إلى فك ارتباط حضرموت عن بقية اليمن، وهناك الكتلة الوطنية. إذا لدينا تحديات قسام، لدينا غياب الدولة، فهذا المجلس وينبغي عليه أن يحدد استراتيجية واضحة. ما الأولويات الآن دكتور شمسان؟ الأولويات هل تبدأ مثلا بتثبيت الهدنة في اليمن لكي تبدأ المرحلة الأخرى؟ الهدنة بالنسبة للحوثيين هي مرحلة التقاط أنفاس، بالنسبة للحوثيين هي التقاط أنفاس، وحتى الآن تقريبا تقترب من 1000 يعني انتهاك الهدنة على المستوى الداخلي. الهدنة هم التزموا فيها تجاه الإمارات والسعودية باعتبار أنهم يتحدثون أنهم يبحثون عن حوار بين اليمن اللي هم يعني يعتقدوا أو يقولوا أنهم يمثلوا اليمن بين دول التحالف وليس مع الداخل. الداخل الآن المعركة مستمرة في مأرب، مستمرة في تعز، في كامل الجغرافيا هم يحسنون مواقعهم لأن هناك ضغط دولي للذهاب نحو مفاوضات. هم سيلتقطون الأنفاس، سيكسبون مزيد من الوقت خلال الفترة، لكن السلام مع الحوثي ضعيف الاحتمال نظرا لأنه مشروع يرفض التنوع ويتأسس على التفويض الإلهي وعلى الحق بالحكم، وهذا لن يلتقي مع المشروع اليمني القائم على المواطنة والديمقراطية والحزبية، هذا لا يمكن أن يلتقي. لذلك حتى الآن هناك ضبابية أمام دول التحالف، هناك ضغط دولي باستيعاب الحوثيين باعتبار أن تكون المنطقة سنة وشيعة وشمال وجنوب، وأيضا باعتبار الحوثيين كجماعة شيعية لتكون مضادة أو مواجهة للجماعات الإسلام السياسي كما هو في العراق وكما هو في أماكن أخرى. هذا المشروع الغربي، هذا الشعب اليمني قادر على أن يضع مشروعه الاستراتيجي. أول التحديات أولا تجسيد الدولة وفكرتها، وضع استراتيجية وطنية، توحيد الجيش والأمن من خلال ترقيم كل القوات بحيث لا تكون لدينا ميليشيات، وانظر الحال العراقي والميليشيات الموجودة كيف تضعف الدولة. اثنين يعني فعالية الحكومة وتناغمها، تفعيل مجلس الشورى والبرلمان ووجوده في الداخل، لكن قبل كل هذا هو الوضع الإنساني بحيث المواطن اليمني يشاهد الدولة في الجغرافيا وتتحسن ظروفه، مما يلتف كما قلت لك أن شرعية الإنجاز الوطني ستخلق التفاف وطني حول السلطة، ولكن قبلها عليها أن تكون صريحة مع الشعب اليمني ما هي المشاريع، خاصة وأن هناك صراع على مستوى مكونات المجلس. إذن من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الصنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لكم.